بالرغم من صغر الحجم ديالو إلا أن له العديد من فوائد. البيض معنا الأستاذة حنان أزرق المختصة في التغذية والحمية موضحة تفاصيل الأهمية الغذائية. أهلا وسهلا بك للا. أهلا أختي هان، صباح الخير عليكم. مرحبا، ودائما الشكر الجزيل لك على الاستجابة دائما لبرنامج اللقاء المفتوح. شكرا للا حنان. البيض غذاء متكامل أو كامل يعني بهاد المفهوم، هل هو غذاء كامل للحنان أزرق؟ دونك أختي هان، دونك كنهضروا على البيض، ماشي غير البيض أي غذاء، ما كاينش غذاء كامل بوحديته. خصنا ضروري داك الهرم الغذائي كامل بيناتهم، دوك الأغذية بيناتهم كيتكاملوا لينا باش كيعطيونا غذاء كامل. ضروري كنلقاو مثلا نهضروا على مادة غذائية، نقدروا نلقاوها طالعة في البروتينات والدهونات، كتكون ناقصة السكريات، ناقصة شي فيتامينات. دونك هنا ما كنهضروش على التكامل الغذائي، مي كنهضروا نقولوا تقريبا غادي يكون كامل إلا زدنا عليه عناصر غذائية أخرى. دونك بالنسبة للبيض كما قلتي في المقدمة ديالك، البيض كيجي لنا مواد غذائية ولا عناصر غذائية اللي هي مهمة بزاف في الجسم ديالنا. مي كنهضروا على بيضة كنهضروا على البروتينات. والبروتين اللي كنهضروا عليهم البروتين دو فالور بيولوجيك، شنو هي البروتينات بجودة عالية؟ هي اللي كتجيب لنا جميع الأحماض الأمينية اللي يحتاجها الجسم ديالنا. هاد الأحماض الأمينية العدد ديالها 8، كتكون عندنا فقط في البروتينات الحيوانية ومنهم البيض كذلك. البيض كذلك يجيب لنا هاد البروتينات الحيوانية اللي هما 8. هاد الشيء كيدخلوا لنا في التركيبة ديال الأنسجة ديال العضلات ديالنا. مثلا شي واحد اللي عنده ضعيف مثلا، إلا كيتناولنا البيض بكميات كثيرة، يعني مثلا جوج بيضات في اليوم مثلا 5 مرات في الأسبوع ولا 4 مرات في الأسبوع، دونك مهمة ليه بزاف، ما يخافش نهائيا. دونك هنايا كتجيب له البروتينات اللي كيحتاجهم الجسم ديالو، من حيث كذلك الاحتواء ديالو على كمية هائلة من مضادات الأكسدة، ليتين والكاروتينويد. دونك هاد المضادات الأكسدة مهمة كذلك للجسم ديالنا. كيجيبهم لنا، كيجيبوا لنا كذلك الفيتامين أو. نعم، كما كنعرفوا فيتامين أ مهم جدا للبشرة ديالنا. وفي نفس الوقت كذلك هو عبارة عن مضاد أكسدة. دونك كيجيب لنا بكميات عالية، كيحتوي كذلك على كمية حديدة من الحديد، يعني بيتو غنية كميات كثيرة من الحديد. تحطو في الجون دو الصفر ديال البيض. داكوغ، حيت حنا عندنا البيضة كما كنعرفوا بيضة نكونوا جوج دو بارتي، لو بلون البيض البيض والصفر البيض. ملي كنهضرو على البروتينات كاين عندنا في البيض ديال البيض، وملي كنهضرو على الصفر ديال البيض هو اللي غني لنا بهاد الفيتامينات وكذلك هاد الحديد اللي هضرنا عليه. وما ننساوش كذلك الاحتواء ديالو على كميات عالية من الصوديوم. وهاد الكميات العالية من الصوديوم باش كتوجد لينا في البيض ديال البيض. داكشي علاش مثلا بالنسبة للناس اللي عندهم الضغط الدموي كنقولوا لهم خصكم تخففوا لينا من تناول البيض. كنقولوا خفونا من تناول البيض. وبالنسبة للناس مثلا اللي عندهم سميتو المرض ديال الكلي، المرض ديال الكلي كنقولوا لهم كذلك خصكم تخفونا من تناول ديال البيض وتاكلوه باستشارة طبية، لأنه كيجيب لنا كمية هائلة من البروتينات. راه 100 غرام ديال اللحم كتعادل لنا جوج ديال البيضات. يعني هذا التعادل هذا من حيث البروتينات. و100 غرام ديال اللحم كتجيب لنا 17 غرام ديال البروتين. دونك جوج بيضات كتجيب لنا تقريبا 17 غرام ديال البروتين. وهي كميه اللي هي مرتفعه جدا ومهمه للجسم ديالنا. بالنسبه للاشخاص اللي ما مرضينش ما كاين حتى شي مشكل. لكن بالنسبه للناس اللي عندهم مرض الكلي ولا عندهم كذلك النقرس، خصهم يردوا لنا البال من هاد لي بروتين اللي كاين عندنا في البيض. حتى الناس ديال الكوليسترول، يعني بالنسبه للناس ديال احنا نهضروا على الكوليسترول، نهضرنا على لي بروتين. بالنسبه للكوليسترول، اصفر البيض كيجيب لنا كميات هائله من الكوليسترول اللي كتوصل لنا 800 ملي غرام ديال الكوليسترول. يعني كميه اللي هي هائله جدا. اضافه انه كيجيب لنا كذلك الدهنيات المشبعه. إذا سيت غراس ساتوري. داكشي علاش في الحميات الغذائيه ديال الناس اللي عندهم الكوليسترول كنقول لهم من الاحسن انهم يقللوا التناول. هذه هي النقطه المهمه اللي بغيت نهضر عليها. يقللوا التناول، ماشي يحيدوا في خطا. وهذا هو الغلط اللي كيديروه الناس. كيسمعوا الكوليسترول صافي غنحيد هذا البيض كيمشي. داكوغ، ولكن هنا كناكد علاش البيض البلدي اكثر كناكدوا عليه على البيض الرومي. ونقول لك علاش، لان البيض البلدي كيحتوي لنا على 30% اقل من حيث الكوليسترول مقارنه مع البيض الرومي. وكذلك بالنسبه للدهون المشبعه حتى 50% اقل من الدهون المشبعه مقارنه مع البيض الرومي. داكشي علاش مثلا الناس ديال الكوليسترول من الاحسن انهم يميلوا لنا البيض البلدي على انهم ياخذوا لنا
البيض الرومي. طيب. داكوغ. وتكون في الجورني ديالهم في اليوم ديالهم يكون مثلا ما كلاوش مواد اللي فيهم القليل، ما يكونش كلاو اللحوم الحمراء. داكوغ. ما يكونش كدا لا باتيسري. هذيك الساعات يمكن لهم ياخذوا لنا البيض. فوالا. حيت حنا ملي كنجيو نهضروا على الكوليسترول كنشوفوا بعدا الشخص شحال كلا في اليوم ديال الكوليسترول. نعم. عاد نقدروا نقولوا ليه حيد هذه ولا ما تحيدهاش. نعم. داكوغ. هذا فيما يخص الكوليسترول، البروتينات والحديد. ما ننساوش كذلك ان البيض كذلك كيحتوي لنا على الفيتامين ا. فيتامين ا. الفيتامين ا ملي كنهضر على الفيتامين ا. نعم. مهم جدا للجسم ديالنا. نعم. من حيث انه من حيث البشره ديالنا. نعم. من حيث انه كيتخلينا كذلك العين فوالا كيمدينا العين ديالنا كيتخلينا في كاع العمليات اللي كيوقعوا لنا في الجسم ديالنا. نعم. الميتابوليزم ديال الجسم ديالنا ديال التحول الدهني والسكريات. نعم. البروتينات كيحتاج لنا كذلك الى الفيتامين ا، اضافه ان هذا البيض كذلك كيحتوينا على الزنك. هذا الزنك هذا مهم كذلك للجسم ديالنا، مهم للخلايا ديال الجسم ديالنا. دونك هنا الى شتي البيض شوف شحال عنصر غذائي كيحتوي عليه. فيه نعم اكيد. وي ولكن ما كيحتويش على السكريات. داك علاش كيبقى نعم غذاء ماشي كامل. والدهنيات وي هضرنا على الكوليسترول وهضرنا على الدهنيات المشبعه. نعم. فهي عباره عن دهون. نعم. دونك كي هو غني بالدهنيات وغني بالبروتينات. نعم. وغني كذلك بالفيتامينات. هنا كيجي الفرق ما بين البيض البلدي والرومي، واش نفس يعني التركيبه نفس يعني الفعاليه او لا واحد اخف من الاخر او لا اقل تركيزا من الاخر فهاد العناصر الغذائيه اللي تكلمتي عليها؟ بالنسبه للعناصر الغذائيه من حيث كميه البروتينات تقريبا كميه البروتينات نفس كميه البروتينات اللي كيحتوي عليها البيض البلدي هي نفس اللي كيحتوي عليها البيض الرومي. نعم. ولكن الاختلاف كما قلت تالوغ الاختلاف في كميه الكوليسترول وكذلك كميه الدهون المشبعه اللي كيحتوي عليها البيض الرومي اكثر. نعم. من البيض البلدي. نعم. اضافه ان البيض البلدي كيحتوي لنا 3 مرات اكثر في الاوميغا 3 على البيض الرومي. وي ولكن كيحتوي لنا البيض البلدي في شويه اقل في فيتامين ا، كيكون البيض الرومي اكثر. نعم. غني بها. ولكن من حيث منضده الاكسده. نعم. البيض البلدي كيكون اكثر من البيض الرومي. اذا نسب متفاوته. نعم. وي نسب متفاوته وكثيره جدا. دونك علاش حنا دائما كنحاولوا ننصحوا الناس يميلوا لنا البيض البلدي على البيض الرومي. حتى دابا الثمن ما بقاش واحد الفرق كبير. تقريبا 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 فوالا. نعم. دونك هنا من الاحسن الانسان يصبر شي شويه وياخذ البيض البلدي احسن ليه من انه ياخذ البيض الرومي. نعم. واحد النقطه واحده اخرى اخت جيان بغيت نشير لها من بعد ما هضرنا على التركيبه الغذائيه على الشراء ديال البيض. كاين بعض الناس كاينين كيمشيو يشريو البيض ما كيردوش البال النظافه ديال البيض. نعم. اي بيضه فيها وسخ ما ناخذوهاش. علاش؟ لان البيض فيه هو بوغ فيه بحال واحد الثقب. ايه. داكوغ؟ سكي فيه هو داك الوسخ كامل اللي كيكون في الفوق ديال البيضه كيدخل لنا الضخيره. نعم. نعم. وكاين بعض الناس كذلك كيميلوا لشراء البيض المهرس كنشوفوهم في العري كيبكوين على الكيكه. ايه والله الله يحسن العوان كتكون تجيب والقدره الشرائيه يعني. انا بعد انا ما كانش في با داكوغ على قضيه القدره الشرائيه. نعم. نعم. ما ناخذوش من الاحسن. نعم ما نديرش على الكيكه ولا هاد لوبليط. بلاش. نعم بلاش. بلاش. علاش؟ نعم. لانه كيكون السوس ديال لي ميكروب وديال لي باكتيري كيتكونين بسرعه. وقع تسممات في هاد الباب هذا لاله حنان. اكيد اكيد علاش انا هضرت على هاد النقطه هادي حيت كيبقى في الحال كنشوف الناس كياخذوه شنو كيكون الفرق؟ من 4 دريال للسدريه. علاش انا ما ناخذش شي حاجه ننقص بيضه وناخذ شي حاجه اللي هي صحيه؟ نعم. كيكون السوخ ديال الميكروب كيف الشخص اللي كيكون معرض انه يجي التهابات معويه. نعم. وقدر يجي تسمم اللي هو خطير جدا لدرجه عاليه. نعم. داكوغ. دونك من الاحسن اننا نحاول دائما ناخذ البيض اللي هو نقي في الشكل ديالو. نعم. ومن نجيو نكونسيرفيو في الثلاجه ما كنغسلوش. نخليوه. كنخليو مومون ديال الاستعمال ديالو. حيت ملي كنغسلو دوك لي بوغ كيزيدو يتحلو. يعني كيكون معرض انه اي حاجه في الثلاجه كيقدر يشمها كتدخل له وكيخسر هذا البيض. ودائما ملي كنبغيو نعرفوا البيضه واش فخي ولا ماشي فخي كنحركوها ما كتكونش كتحرك المحل ديالها. وملي كنديرها في شي ريسيبيون مثلا في شي زلافه مثلا وكنديرها الى هبطت لنا لتحت صافي دير انها فخي. كل ما كانت كتطلع شي شويه يعني راه البيض هذا غادي يقطع قديم. اذا طلعت لينا صافي دير راه البيض راه. نعم. نعم. الاستعمال ديال البيض يعني حنا المغاربه تبارك الله مفننين يعني في البيض كنديروا مسلوق مقلي مع الخليع في طاجين مثلا مع الزيتون المشرمل او يعني مع الجلبانه ولا مع يعني بعض العناصر الغذائيه الاخرى. شنو هو الاستعمال الصحيح والصحي ديال البيض لاله حنان؟
دونك هضرتي على واحد المركبات غذائيه اللي هي البيض والخليع اللي هو اخطر مركب غذائي كاين ومامن به وكاين في الطابله زعما واخا خطير ولكن راه كاين. نعم كاين في الطابله بالنسبه للناس الكوليسترول الناس مرضى السكري الناس مرضى الكلي خصهم يضربوا عليه هذا الخليط هذا لانه كيجيب لنا كميات عاليه من الصوديوم اضافه الى كميات عاليه من الدهون وكميات عاليه من الكوليسترول. نعم داكو هذا ايفيتي الماكسيموم كاع مثلا الناس اللي ما مرضيش ياخذوه مره مره ماشي مشكل, مشكل. نعم. داكو بالنسبه للخليط ديال البيض والزيتون هو خالد ديال الصوديوم كميات عاليه دونك بالنسبه لنا كان الضغط الدموي يحاول انه مثلا ما يضيفوش الملحه. نعم. ومن الاحسن كاع بالنسبه للناس اللي ما مرضيش فين تناولوا لنا البيض بلا ملحه ماشي مشكل. علاش؟ لان البيض ناتشورالمون كيجيب لنا كميات عاليه من الصوديوم. وحنا واحد الغلط كبير كنديروه ملي كنطلقوا البيض كنشدوا ديك الملحه وكنديروها من الفوق. فهمتي هذيك اضافه الملح من الفوق في ذاك البيض هذاك راه كنزيدوا كميه الصوديوم. نعم هي راه فيه ديجا يعني راه فيه ديجا طبيعيا دونك ما نحتاجوش بزاف. نعم دونك بالنسبه للبيض نطلقوه هي احسن طريقه. ايه داكوغ هي فقط علاش خصنا نردو البال ما نطلقوش زعما نطلقوه بزاف بزاف حتى كيولي اللون ديالو غادي الخضوريه. نعم نخلو ما امكن اننا نخلي داك الصفر يبقى صفر هكا باش كنحافظوا على الفيتامينات. كل ما زادت كميه زعما مده ديال الطهي كل ما البيض كيفقد القيمه الغذائيه ديالو. نعم نعم لاله نعم. طيب شكرا لك حنان ازرقي على كل هذه المعلومات الصحيه حول البيض وحول الاهميه الغذائيه ديال البيض. هاد الايام ان شاء الله المتواصله اللي غنواصلوا فيها فقره التغذيه غنتكلموا على بشره او بشره الوجه او نضاره الوجه والتغذيه. كونوا معنا جميعا.